دراري مرحبا في فيديو جديد. اليوم الجمعة، صلاة الجمعة، عارفين ان الطلبة هنا كلنا كديروا بزاف ديال النفروسية، لهذا على الاقل جمعة جمعة بنادم يصلي في الجامعة، هادي اقل حاجة. لسيارة اجرة هي كتسنى، وما تنساوش لايك سبسكرايب ونبداو فيديو جديد. الا صلاتي ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها، الا صلاتي ما اخليها هي حياتي ودنيتي فيها، الا صلاتي ما اخليها هي حياتي دنيتي فيها. وعد للاسف في المدينه المساجد جاوا برا ديال المدينه، للاسف واخا المدينه كبيره فيها جوج جوامع فقط، جاوا في النواحي، جاش شي وحدين كيديروها سبب باش انهم ما يجيوش، يعني باش انهم يتكاسلوا. دا باجوز نوصلنا للجوامع، وهذو الطوموبيلات، وهذا هو الجامع. اتصل بي الطبيب قبيل السفر، يعني لأنه رتب أوراق السفر، وقال أريدك في المكتب. فذهبت إليه فقال لي: دكتور، أنت عندك سرطان ساركوم الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات. ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحدا به، لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض. فانضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسميا، انضممت لجماعة محاربي السرطان، ولا أدري كم سيطول مكوثي في هذا الأرض، في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا. الذي أعلمه يقينا أني دخلت في معركة السرطان، ساركوما وأخبث أنواع السرطانات، والذي أعلمه يقينا أني سأدخل في هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر، وسينتصر انتصارا قويا جدا، ولن يبقي ولن يذر. لكن جميل أن يبعث الله عز وجل، أنا تأملت في الجانب المشرق، جميل أن يبعث الله عز وجل لك رسالة حتى توظب رحالك للقيا، وحتى تستعد لأن تلقى الله، وحتى تستعد أن تشد عضدك بالله، وحتى تبحر في طاعة الله. لهذا نصيحتي إليكم كالآتي: بعدما بلغت من العمر 43 سنة وما زلت يعني فتيا، لكن السرطان ظهر أنه قد نهش بي نهشة، أولا عليك بأسرتك، دور معها، التصق بأبنائك، لا تغرنكم الدنيا، الدنيا تعطي 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 ثم تصفع. مهما بلغت من مال وعقار وجاه ومنصب، مآلك تحت التراب، ولا تعلم متى يطرق ملك الموت بابك. هذه النصيحة الأولى. الثانية،
عليك بأمك وأبيك ما استطعت، برهما ما استطعت، أحسن إليهما ما استطعت، على الأقل تجد من يدعو لك. وأصدق دعاء هو دعاء الأم لك. الثالثة، أحسن للناس، أحسن للناس ما استطعت كلاما وفعلا، واستقبل الناس دائما بوجه بشوش، وإياك أن تقنط من رحمة الله. استقبل كل ما يصيبك في الدنيا برضا، استقبل كل ما يصيبك في الدنيا برضا، فإن الله يحب كما تشكره على النعمة أن ترضى بالابتلاء. يحب الله كما ترضى بالنعمة أن ترضى بالابتلاء. والأهم من ذلك كله أن في النهاية موعدنا عند رب كريم، عند قاضي القضاة. فأكثر من الخير في صناعة المعروف في الناس، وأكثر من الخير في صناعة الخير بين الناس. ستجد ناس يحبونك وناس يكرهونك، المهم أن يكن الله قد رضي عنك. وأعظم ما يرضى الله به عنك إلا من أتى الله بقلب سليم. أعظم أنواع الرضا إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا لا أخفيكم أني أحاول أن أبقى متماسكا، لا أخفيكم، لا أخفيكم أن أحاول أن أبقى متماسكا. لا أخفيكم أحيانا الأفكار تأخذني يمنة وإسرة يمينا وشمالا، ولا أخفيكم أحيانا أقف على حافة الانهيار، وأحيانا أكون في قمة الصبر. فهذه النفس بشرية، لكن أشكركم جميعا، أشكر من وقف ودعم وساند، أشكر من دعا، أشكر كل من أحسن الظن بي حتى لو أخطأت، أشكر كل من دعا لي حتى وإن كرهني. أشكركم جميعا، وصلى الله بمنه وكرمه أن يتولاني وإياكم بالرضا. عيشوا حياتكم بحب، ابقوا مع أسرتكم، بروا بآبائكم وأمهاتكم، لا تدخل في كثير من النزاعات في الدنيا، لا تكثر من نزاعاتك في الدنيا، فإنها كلها تسجل وتكتب، والحكم الذي يحكم في كل نزاع صنعته هو الله، ولا يخفى عليه خافية، وسنبرز لله الواحد القهار. أعلم أن الناس يزعجها كلمة سرطان ويرعبها، لكن على قدر العوض، أو على قدر إيمانك في العوض يهون عليك المصاب، على قدر إيمانك بالعوض يهون عليك المصاب. لهذا انضممت لجروب محاربي السرطان، أسأل الله أنهم يقبلوني، وسنخوض معهم معركة صراع الشفاء والتعافي، إما أن أنتصر وإما أن ينتصر المرض. لا أخفيكم أنه يعني بدأ يرفع ألويته على جسدي، لكن في المقابل سنحسن الظن، إن انتصرنا فبها ونعمت، وإن لم ننتصر فسيأتي يوم وأحد ما سينتصر. أنا أعلم أني أزعجتكم في هذا الأمر، لكن الظاهر أن الله عز وجل ابتلاني بأندر أمراض السرطان، وهو ساركوما الخبيث. وساركوما الخبيث سبحان الله من أندر أنواع السرطان، وله 50 نوع، وابتليت به. لهذا أنا لا أريد منكم إلا الدعاء الطيب، ولا أريد منكم إلا أن تكونوا عونا لنفسية أخيكم الطيبة. المرء قوي بإخوانه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أحيانا لما وصلني الخبر، اتصل بي الطبيب وذهبت،
يشهد الله تلقيته بمدى بكل الرضا، قلت قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. لكن أحيانا تأخذك الأفكار في مغادرة الدنيا حينما تنظر لأبنائك فتقول يعني كذا وكذا، أفكار إنسان ضعيف. فأنا رسالتي لجميع